السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم عن فكرة البروتكشن زونز وتحديدا عن طريق كارنت ترانسفورمرز. زي ما اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت وهتظهر لكم دلوقتي على الشاشة، ويا ريت اللي ما تابعش المحاضرة يتابعها حالا. اتكلمنا عن البروتكتيف سيستم إليمنتس وشفنا شكل مبسط للبروتكشن سيستم لسنجل باس سنجل بريكر سكيم. طيب أنا دلوقتي عندي سؤالين مهمين جدا. أولا، هل أنا بيكون عندي كارنت ترانسفورمر واحد بس مستخدم في الحماية؟ ثانيا، هل الكارنت ترانسفورمر ده بيكون مكانه قبل ولا بعد السيركت بريكر؟ تمام، تعالوا نشوف مع بعض مثال على 3 فيز دايجرام لسنجل باس سنجل بريكر سكيم. لو جينا طبقنا اللي اخذناه في المحاضره الاولى وحطيت لكم اللينك بتاعها موجود عندك في وصف الفيديو، وكنا اتكلمنا فيها عن المكونات او المعدات اللي احنا بنحميها. ففي الحاله بتاعتنا دلوقتي نقدر نقول انها هي الباسبار او القضبان الرئيسيه والمغذي الفرعي، سواء كان اوفر هيد ترانسميشن لاين خط هوائي او اندر جراوند كيبل اللي هو الكابل الارضي. وطبعا ممكن يكون الكابل او الخط الهوائي ده متوصل على سبلاي سورس زي الجنريتور ترانسفورمر انكمر كاباستور بانك او فيدر من محطه ثانيه، وممكن يكون متوصل على لود زي موتور او ترانسفورمر هيغذي ريزيدنشال او كوميرشال لود. جميل جدا. دلوقتي انا هبتدي اجيب 3 فيس كارنت ترانسفورمر، وطبعا هيكون بروتكشن كور، والكلاس بتاعه هيكون تي بي اس بي اكس 5B20 طبعا على حسب الابلكيشن والديزاين بتاعي. هركب السي تي ده قبل السيركت بريكر يعني ناحيه الباسبار سايت، وهجيب برده 3 فيس كارنت ترانسفورمر ثاني وبرده هيكون بروتكشن كور وهركبه بعد السيركت بريكر يعني ناحيه الفيدر سايت. تمام، دلوقتي عايزين نحط مع بعض قاعده مهمه جدا جدا عشان هنمشي بيها بعد كده في محاضراتنا الجايه ان شاء الله. القاعده دي بتقول ايه؟ The protected zone starts from the city location، يعني منطقه الحمايه بتتحدد من مكان وجود السيتي. تمام، طب لو افترضنا بقى ان كان السيتي لناحيه الباسبار سايد مستخدم في حمايه الباسبار، وبالتالي هتكون المنطقه دي هي منطقه الحمايه للباسبار، والسيتي لناحيه الفيدر سايد مستخدم في حمايه الفيدر، وبالتالي هتكون المنطقه دي هي منطقه الحمايه للفيدر. في الحاله دي هتكون المنطقه اللي ما بين الكرنت ترانسفورمرز واللي بتشمل السيركت بريكر مش محميه، او نقدر نقول انها هتكون محميه عن طريق الريفرس بروتكشن اللي موجود في الفيدر بروتكشن. وفي الحاله دي اكيد طبعا هيكون زمن الفصل للسيركت بريكر كبير، لان التريب اللي هيكون جايله عن طريق باك اب بروتكشن للريفرس فولتس اللي هي الاعطال الخلفيه. طيب هنعمل ايه؟ احنا بقى هنستخدم السي تي اللي عند الباسبار سايد في حمايه الفيدر، وبالتالي هتكون المنطقه دي هي منطقه الحمايه للفيدر. وبالنسبه للسي تي اللي عند الفيدر سايد هنستخدمه في حمايه الباسبار، وبالتالي هتكون المنطقه دي هي منطقه حمايه الباسبار. هنلاحظ هنا ان المنطقه اللي ما بين الكرنت ترانسفورمرز اللي موجوده قبل السيركت بريكر وبعد السيركت بريكر محميه او موجوده داخل منطقه الحمايه للفيدر ومنطقه الحمايه للباسبار، وبالتالي ده بنقول عليه الاوفرلابنج بروتكشن. في الحاله دي اي عطل موجود عندي في المنطقه دي هيتشاف من خلال الفيدر والباسبار بروتكشن، وبالتالي هيتم فصله كعطل موجود داخل مناطق الحمايه الرئيسيه. وبكده نكون فهمنا فكرة البروتكشن زونز وازاي اقدر احددها عن طريق كارنت ترانسفورمرز. ان شاء الله في المحاضرة الجاية هنشوف مع بعض ازاي اقدر اوصل للثري فيز كارنت ترانسفورمرز بتوعي بالبروتكشن ريلي طبعا عن طريق الشورتنج والازوليتنج تي بي بالاضافة الى التست سويتش.